لذلك قد يتأخر الفرج وقد وعدت به، لأن الله أحب أن يسمع صوتك. أنين الشكوى وأنين البكاء والدعاء في جوف الليل، ولذلك قد يبتلى الإنسان بالسراء فلا يصبر، وبالضراء يصبر. ترى بعضنا الله أعطاه السراء ما أخذ من شيء، لكنه عياذا بالله انتكس وارتكس، ما شكر نعمة الله يوم أن وهب. ولو أن قطعت قدمين قال الحمد لله. الناس يختلفون، فبعض الناس تخرج العبادة منهم في الضراء، فلربما الحكيم سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يريد منك أن تكون في الضراء مخبتا منيبا منكسرا، لأنه لو رزقك لربما فسد حالك، إنه الحكيم. وقد يكون لك لذة في المناجات، ما تلاحظون عملية بكرة وقلب مفتوح الواحد، وش يصير قبلها بيومين ثلاثة؟ يا شيخ ادع لي، يا شيخ الله يرحم والديك ادع لي، ويكتب الوصية وينظر في الطبيب، الدكتور انت ضابط وضعك، وتلقاه يرتبك وينظر إلى كب الأنوار فوق رأسه في غرفة العمليات، هنا يا رب طالعه من شغاف قلبه، ومع أن طول الأعمار يقول يا رب، بس أنها من شفتيه أو من لسانه يا رب. إذن يا رب هذا توحيد، نداء الله، والنداء لو كان خفيا يسمعه الله. لذلك إذا الله جل وعلا لا زال يبتليك بالضراء، فاعلم أن هذا ليس دلالة بغض، كما أنه قد يعطي ليشقي سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. طيب نسوا ما ذكروا به، نفتح عليهم أبواب كل شيء؟ إذا نسوا المفروض نعذبهم؟ لا، لأن اللي يغرق في النعم ويستعين بها على معصية المنعم يعطى حتى لا يستطيع أن يتخلص من النعم ولا يعيش بدونها، فيكون الأخذ أليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما النتيجة؟ الجائزة فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم بركات، فتحنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذلك دائما اعلم أيها الحبيب أن عدم تحقيق التقوى هي سبب النكبات في الحياة. ولذلك يقول طيب هذا رجل متقي ومصاب بجلطة ومقطوع القدم من السكر ومات أبناؤه، لكن انظر إلى وجهه، النور تجري والشمس تجري فيه، انظر إلى لسانه يسبح الليل والنهار، انظر في عينه فيه دمعة للخشية، انظر إلى رضاه بالله. إذن هذا لم يعذب بالأخذ، له منزلة في الجنة لن يصل إليها إلا بالبلاء، ولذلك صب البلاء عليه. وتنظر في آخر يعطيه الله على معصيته حتى إذا غرق، ماذا فعل بعض الناس بعد في سوق الأسهم؟ في ناس يوم سوق الأسهم في نشوته كان بعض الناس يا أخي ترك الصلاة جماعة ولا لا، وبدأ يشوف نفسه وبدأ ينتفش كالخميرة على العجين، وصار ما بقى شيء إلا يلمس النجوم. ففي ساعة وفي غمضة عين إذا هو يعود لقواعده سالم، أبو فلان اللي أنا خابرين ورجع للمسجد والصف الأول، عافاه الله من الغنى، فإنه لو اغتنى لفسد. ولذلك الله أخذه عطاء، إذا أخذ يعطيك، بشرط أن تكون من أهل التقوى، لأنك إن لم تكن من أهل التقوى يأخذ منك ليشقيك ويعطيك ليشقيك، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولو أن أهل قل إذن سبب الرزق الذي يأتيك والأرزاق من غير لا تدري وتنفرج الكرب، سببها أنك تتقي الله، وخاصة التقوى التي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خاصة في الخلوات. ونحن في زمن قل حياء بعض عباد الله في الخلوة من الله، وقل حياء وزاد حياؤهم من المخلوق في الجلوة، وصار مع الجوالات والآيبادات واللابتوبات والمواقع www.ها ويخوضون في تلك المواقع واليوتيوب، صارت التقوى في الخفاء عزيزة عند بعض الناس. ولا نتشائم، الناس فيهم خير،
لكن نعم بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ومن هنا التقوى معناه أن يكون الله كبيرا في قلبك، عظيما في قلبك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا الخوف مع الحب مع الرجاء، لأنك لا تعبد الله بالخوف فقط، لا بد أن تحبه وأن ترجوه وأن تخافه. فهذه هذه الجداول الجميلة الثلاثة تصب في قلبك فينبت الإيمان، لأن الخوف يوصل للقنوط، والرجاء يوصل إلى الأمن من مكر الله، وعدم الحب يصحر قلبك، فلا بد تحبه وتخافه وترجوه. هذا التقوى الذي هذه الميازيب الثلاثة التي تصب في قلبك تورق إيمانا ومعرفة بالرحمن. والله من عرف الله والله لا تضيق عليه ليلة من ليالي عمره. لماذا؟ لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين، ولذلك مطمئن لأن الأمر إليه سبحانه وإليه نرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من غير ما يحتسب. ولاحظوا أحبابي أجمل الرزق ما هو؟ الراتب ترى ما نفرح به. ليه؟ 27 نازل في الحساب، بل بالعكس بعضهم عند الصراف ينتظره. لكن لو تصور مسلف واحد سلف انتلف، ها؟ واحد عطيته فلوس وفقدت الأمل أن يردها، وكنت في حاجة، فإذا هو يطرق الباب قال 50,000 يا أبو محمد اسمح لي، 20 سنة ما أخذها منك، وأدري أنني ما طلتك، لكن خذها مع قبول العذر والدعاء. 50,000 لوك غني، هذه لها طعم جميل. أتتك من غير ما تحتسب ولا لا؟ أتتك من غير ما تحتسب. ما تلاحظون الآن ثياب الشتاء يوم جيت ولابسين بعض الأكوات دخلت يدك لقيت 500 ناسيها من الشتاء الماضي، هي فلوسك يوم سارقها أنت مالك، يوم طلعت 500 الله نسيتها وصار 500 عندك غيرها، لكن هذه لها ذوق خاص لأنها أتتك وأنت لا تنتظرها. ولاحظ من غير ما تحتسب، لأن الغير ما تحتسب هذا يدهش قلبك يسعد فؤادك. ولذلك جمال الفرج بعد الشدة أنه يأتي ولا حول لك ولا قوة، ويجي في ساعة أنت فيها تنتظر الفرج ولا تدري، لكنك تعرف الله، مو بلا تدري وتيأس. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أحبابي كلما حقق الإنسان التقوى جاءه الرزق من غير ما يحتسب. أننا لسنا في حي الحمراء، ترى بعض الساكنين في حي الحمراء منحة صحيح، ولا في أمل يفكر أنه بيسكن في هالحي يوم الأيام، إلى أن اتصلوا عليه قالوا نزلت لك منحة، انشرح صدره ولا لا؟ والأرض ذيك اللي كان قاعدين 25 سنة يجمع في قيمتها أفرغها وهو مكشر، ها؟ لأن بعضها سلف وبعضها دين وبعضها منع لنفسه من المتع حتى يجمعها، لكن يوم نزل اسمه قالوا أفرغ 900 متر، انشرح صدره، جت من غير ما يحتسب. وقد رزق الله بعض الناس من غير ما يحتسب، ولا زال الله يجدد له العطاء من غير لا يدري ليتجدد كلما. ولذا يقول بعض السلف الله إذا أعطى أدهش العقول عطاءه. والله يا أخي ما تدري، بعضنا يسجد ويبكي من كيف أتى الله أعلم، متوقع المرض وأجمع الأطباء عليه، وبعد شهر من الرقية والطواف وزمزم راح يحلل، قال الدكتور أين المريض؟ أنا يا دكتور. قال أبدا، التحاليل تقول نيجاتيف، سالب، ما عندك ولا شيء. ثم أليس هذا يدهش عقلك؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ لكن هل حققت التقوى حتى ترى ما يدهش عقلك من عطاء العظيم؟ عندما ينقص معين التقوى ينقص العطاء من غير ما تحتسب. ودائما العطاء اللي يجيك وأن تنتظره يأتي بتعب وبنصب، لكن الله يعطيك كأن الله يقول إذا انشغلت بالتقوى أعطاك أرزاق من انشغلوا عنه بالرزق. اللي منشغلين بالرزق 10 سنوات يجمعونه يعطيك إياه في ليلة لا تدري عنه، شاري أرض وناسي صكها وضايع صكها، أحدهم يقول يا شيخ ضاع سكر وتحسرت وضاع 10 سنين وتثاقلت أن أخرج بدل فاقد، قلتها بالحلال اعتبر أنها بعدين لعلهم يجددون الصكوك وندور صك.
يقول إذا الله جل وعلا شاء لي بعد 10 سنوات أن تباع بعشرة أضعاف السعر الذي اشتريته به. فلما جت لها لذة ولا لا؟ لها لذة. لماذا أتتك في هذا الوقت؟ حقق التقوى يندهش عقلك بعطاء الله جل وعلا. ابن من أبنائك أمرضك، أتعبك، أشقاك، ذقت معه الآلام في الليل والنهار. حتى بعض الأبناء والله إن بعضنا ما يتشرف أن يقول هذا ابني، عنده عربدة ومعصية وفجور ظاهر وعقوق ظاهر. تصور تجي ليلة من الليالي داخل البيت إلين محمد ساجد في ظلمة الليل ويقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وش رأيك في منظر محمد اللي 10 سنين معذبك؟ إذا هو محتضن للأرض في ظلمة في زاوية غرفته، بدل ما تقومه للفجر لقيته في ثلث الليل الأخير يناجي الله. تستوي كل النعم تحته أقل من هذه بلا شك. ذريتك رد الله إليك، ولذلك الرزق الذي يأتيك من غير ما تحتسب ليس رزق المال فقط، الهداية، صلاح الأبناء، انشراح الصدر، طول العمر، كلها أرزاق يعطيك الله إياها. فقط اللي عليك حقق التقوى. البعض منا الآن تقول له يا أخي أنت تطلب الرزق من باب حرام، ربا، رشوة، نجش، بيع محرم، بيوع فاسدة، اتق الله يا أخي اترك الرزق هذا. قال أخاف أترك هالوظيفة الحرام ثم نتوهق ولا ألقى رزق. قاعد يختبر ربي هالمسكين هذا. يقول يرزقني أول وأتقيه ثاني. وش رأيكم يا أحبابي؟ هذا الذي قل حياؤه من الله، اتقي حتى ترزق، وليس ترزق ثم تتقي. ولذلك الإنسان يترك الحرام وهو يرى أن الرزق عليه صبا ابتلاء. يأتيك الرزق راتب 40,000 50,000 ثم تتركه لله، مشروع وصل إليك عن طريق محرم وعبر رشاوى، تتركه تقوى. تأتيك الأرزاق حتى تذهل عقلك، قليل أو كثير لكن يعطيك الله حتى يبارك لك فيما رزقك. يقال أن صاحب مطبعة، هذه قصة حقيقية، أن صاحب مطبعة توقف العمل لديه وكساد تجاري وقل الطابعين عنده، فأتاه يوم من الأيام، حتى أنه يقول كنت أعطي العاملين من عمال المطبعة من جيبي ما ليس لها غلال وليس هناك عمل. قال فإذا رجل يأتي قال عندنا مجلة خليعة، مجلة كلها نساء، أطبع ونوقع معك عقد سنة كاملة. قال هذا العقد أكثر من رزقي قبل أن أتوقف، ويكفيني المجلة هذه أن تصدر من مطبعتي. قلت له والله لو تريدني أطبع غلاف ليس به صورة، بما أنك تصد عن الله والله لا أطبع، وسيغنيني الله بحلاله عن حرامه. قال والله يا شيخ أنه ليست القصة لي، أنقلها عن ثقة. قال والله، طبعا خارج المملكة، قال فإذا مؤسسة خيرية توقع معه بعد أسبوع عقد طباعة 50,000 مصحف. كان بدل مجلة خليعة، إذا هو يطبع كلام الرحمن وله أجر عظيم في أنه ينشر كلام الله جل وعلا في الأرض. قال فعلمت بأن الله كان يبتليني بالأولى، فلما حققت التقوى فتح الرزق من غير ما أحتسب في الثانية. وكما قلت لا تعامل الجليل بالمقايضة، فعندنا يقين والله لأن تزول الأرض والسماوات، تزول وأنت تراها وتثق مع زوالها أن الله سيجعل بعد عسر يسرا. ثق بالله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال الله ويرزقه من غير ما يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كافي، توكل على الله وحده فهو حسبه. هل هذا معناه أحبابي أن الإنسان يترك العمل؟ مطلقا العمل ينبغي أن يبذل، لكنه سبب، وبقي المسبب، فاتكئ وتوكل واعتمد بقلبك على المسبب بعد بذل السبب، وانظر في الأثر. السبب زواج، لكن ترزق أبناء أم لا هذا علمه عند الله.
أبذل سببا للتجارة، أطلع سجل وأفتح محل وأبدأ، لكن أن أرزق أو لا أرزق هذا عند علمه عند ربي. اعلم أيها المبارك أن كل من تراهم في غنى وفي صحة وفي قوة تجد عمره 70 سنة أقوى من 30، واثنين فاتحين بقالتين، واحد يبيع واحد ما يبيع، صحيح؟ وشارين الأراضي، هذا باع في شهر جمادة وهذا باع في رجب، هذا خسران 70,000 وهذا كسبان 700,000، كل هذه من أين؟ كلها أيها الأحباب من قوة اعتماد العبد على الله بعد بذل السبب، بعد بذل السبب. ولذلك القاعد نقول له، يقول له واحد لأحدهم تزوج، قال لما؟ قال حتى ترزق الولد، قال الله قدير إن شاء يرزقني الولد رزقني بدون زواج. ماذا تقول لهذا؟ تقول بعد إن شاء يعطيك عقل غير عقلك، لأن ما عندك عقل وما عندك توحيد. ولذلك أيها الأحباب نبذل السبب. وتأملوا في قول الحق لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل الله أعطى محمد الغنى صلى الله عليه وسلم غنى العرض ولا غنى النفس؟ أعطاه غنى النفس، يعيش في بيته بأبيه وأمي عيشة المساكين، وهو يملك الأرض والدنيا كلها. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعطيك الغنى حبيبنا عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما بين جبلين، هذا هو الغنى. ولذلك لا تعتقد، ولذلك أحيانا قد يعطيك القليل، يعطيك ولد واحد، ولد واحد ويرفع الله به ذكرك، ولا لا؟ بعضهم عنده 30 ولد، وكل ما طلع واحد منهم في الشارع قال ولد فلان، قال الله يجعلها في وجهه وأبوه، حسبي الله عليهم، أشغلونا، فحطوا، سرقوا، ضوضاء، ضاربوا، فصار بعض الناس ذريته عذابه في الدنيا والآخرة. وآخر ولد واحد، بنت واحدة صالحة تقية أنجبت لهذا الأب أسباطا رفعوا ذكر هذا الأب. فليس القضية بالكثرة في الإعطاء، ويغنيك ويعطيك من غير ما تحتسب، يعطيك البركة. إذا حلت البركة في حياتك فلا تقول لي كم حسابك ولا كم رصيدك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ما قال بركات، والبركة سر إلهي إذا وضعه الله في الشيء زاد. بعضنا عمره 30 سنة ونفع الله به، ابن تيمية عمره عمر أي إنسان مات، ومع ذلك لا زال طلاب العلم يتتلمذون على مدرسته وقد مات من سنوات طوال. النووي مات وهو في شبابه، وفي كل محراب في مسجد من مساجدنا كتابه رياض الصالحين وغيرها، وشرحه لمسلم ونحوه. هذا العلماء بركة، أعطاهم الله بركة. إذن أيها المؤمن حقق التقوى حتى ترى البركة في عمرك، سواء في رزقك، سواء في مالك، في زوجتك، في صحتك، ويرزقه من غير ما يحتسب. ومن يتوكل من غير ما يحتسب من حيث، نعم، نبدأ الآية من أولها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ما يحتسب. ومن يتوكل لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أجمع الكلام في نهاية التدبر البسيط هذا لهذه الآية: أيها المؤمن هناك جنة وهناك لباس، لباس التقوى يقيك في الدنيا من مصارع الهون كلها. ألا أيها الحبيب إن ربك الذي خلقك لن يضيعك، ثق فيه جل وعلا، وثق أنه رازقك وأنه يعطيك. وأغلى ما يعطى العبد في الحياة ليس مالا يشقيه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أجمل زاد للوصول إلى الآخرة زاد التقوى. كما تتزود لرحيلك وسفرك في الدنيا، تزود لسفر الآخرة. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن لا يراك الله في مكان نهاك أن تكون فيه، وأن لا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما عرفها شايب أعرابي حبيب، وسمعتم هذا التعريف الجميل، قالوا له عرف التقوى
قال التقوى كيف حالك إذا صرت لحالك، كيف حالك إذا كنت لوحدك في الخلوات، كما أن العبد في الخلوة له عبادة، ودمعة في جوف الليل في خلوة تجعلك ممن يظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كذلك ذنوب الخلوات لربما تجعل العمل هباء منثورا. إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة تبيض يجعلها الله هباء منثورا، جريمتهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. التقوى معاشر الأحباب، من اتقى الله في زوجته كانت قرة عين، من اتقى الله في أبنائه صاروا قرة عين، من اتقى الله في كسبه صار كسبه من حلال وبدنه ما نبت من سحت، من اتقى الله في والديه عاش قرة العين والجنة قبل الجنة، من اتقى الله في ترك المحارم خوفا من الله أعطاه الله في مقام الجنة جنتين. إذن التقوى بوابة السعادة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وعد الله جل وعلا به عباده بأن من اتقاه فرج له وعنه كل كربة وفتح له أبواب الفرج والسعادة في زمن أيها الأحباب كثرت فيه الهموم وكثر فيه الأحزان وكثر زبائن المستشفيات النفسية والعيادات النفسية، البيوت توسعت والصدور ضاقت، والبعض منا أتاه الشيطان يقترح عليه اقتراح ضع لحياتك حداً، حتى صار البعض يفكر في الموت والبعض يدعو به والبعض في مراحل متقدمة من الهم والحزن يتمنى أن ينتحر ظناً منه أنه بذلك يغلق أبواب الأحزان، وما علم أن التفكير في الانتحار بوابة من العذاب المعجل نعوذ بالله من الهم والحزن. في زمن أيها الأحباب صار البعض يقول متى نصر الله، ما في فائدة، كل الأبواب مغلقة، كل الطرق لا توصل، ونأتي نداء القرآن بأن الله الرحمن الرحيم هو الواحد سبحانه في خلقك وهو الواحد أيضاً في تفريج كربتك، فكن مع الله واحداً حتى يأتيك بالفرج وأنت لا تدري ومن غير ما تحتسب. هي في سورة الطلاق، ووردت هذه الآية بعد ذكر أحكام الطلاق، فهل لها علاقة بالطلاق فقط؟ بل إن لها علاقة بالحياة كلها. من اتقى الله في طلاقه فطلق طلاق السنة فرج الله له كربه، ولربما رد له زوجه، ولما لم يتق المطلق ربه واستنفذ كل أبواب الطلاق أراد رد المرأة التي أحبها وأحبته إذا هناك حاجز حتى تنكح زوجا غيره، فعاش في حياته مهموما مغموما. لو اتقى الله في الطلاق لما وقع في الحرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقول الله جل وعلا يجعل له مخرجا لأنه في الحياة لابد أن تغلق عليك الدروب يوما وتتلفت، ومن الذي يبحث عن المخرج؟ هو الذي يرى كل ما حوله صامت وصامد وجبل وطريق مغلق، يقال له إن الذي خلقك سبحانه مع التقوى لا يبقى والله هم إلا يزال، ولا غم إلا ويرحل، ولا ضيق إلا ويتزحزح، فقط حقق التقوى وانتظر الفرج. ووالله أيها الأحباب إنه على مستوى إيمان العبد بأن الفارج الله، وأن العسر واليسر بيده، وأنه لا بد أن يكون مخرج، وليس شرطاً أن أعلم أنا كيف يكون المخرج وكيف تنفتح الباب. ولذلك في هذه السورة من جمالها، وكل القرآن جميل، أن الإنسان يريد يبحث عن مخرج كأنما يصعد، فيأتيه المخرج من باب ما ظن يوماً أن هذا الباب سيفتح، ويرزق من طريق ما ظن أن هذا الطريق يفتح له. ومما يروى في سبب نزول هذه الآية أن صحابياً كان فقير، وكان يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الفقر
ويشتكي الحاجة والعوز، وكان له عيال وكان له ابن يعينه، فوقع الابن في الأسر، فلما وقع أتى إلى رسول الله يخبره أن قلب أم هذا الأسير كاد أن ينفطر وعينها تقرحت وهو لا زال محتاجا، فبحث الحبيب له عن شيء يعطيه فما وجد، فأعطاه بوابة مفتاح الكرب ومفتاح الفرج، فقال له اتق الله واصبر، وفي رواية قال وأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. فعاد إلى أهله وإلى زوجه فقال لها إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيكم بالصبر والتقوى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبينما هو في بيته إذا بالغنم تأتي 4000 رأس، وفي رواية أغنم شوي من الغنم، إذا الابن غفل عنه من كان يحرسه فهرب، وفي طريق هروبه مر بواد به غنم لأعدائه وكانوا مشركين، ثم ساق الغنم وأتى وقد حفظه الله. كيف حفظ؟ ليست المسألة للمخلوق. كيف تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري؟ حقق التقوى، فإذا حققت فموعود الله لا بد أن يأتي. ولذلك من أكبر مقامات المقامات التي يوقف الإنسان فيها نفسه في ذلة، يوم يقول من وين تنفتح؟ أقنعني، أنا لا، أنا مخلوق، إدراكي وعقلي وحولي وقوتي ما تتجاوز مد بصري، بل إني أحياناً أرى شيء ما أستطيع أن أصل إليه خوفاً أو جزعاً، فلذلك أنا مسكين. ولذلك من أعجب ما رأيت من رجل عامي، كنت في بقالة وكان هذا رجل صاحب فطرة وتوحيد، فقال أحد المحاسبين له ضاقت، أبشرك يا أبا فلان أنها ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت. إلى هنا جميل، لكن لاحظ الموحد ما أصلح له البيت الثاني، قال وكنت أظنها لا تفرج. فقام المحاسب عامي لا يقرأ ولا يكتب، قال والله من قلة حيائك من الله، كنت تظنها ما تفرج، والله لو كنت تعرف الله لا علمت أنها ستفرج، إنه الله، وكل ما عندك من الله، ولا حول لك ولا قوة فيما وهبك الله، إنه الوهاب، إنه الرزاق. أبقى في بطنك حفرة غائرة تذكرك أنك كنت في بطن أمك ترتبط بها الحفرة، طريق الحبل السري، وكان يرزقك الرزاق معه 9 أشهر وأنت لا تدري. فبعد ما أخذت الدكتوراه ولا الماجستير ولا الثانوية العامة، ولما مشيت ودرجت تضيع، ما تضيع لكن أنت اللي مضيع التوحيد، فلما كان التسليم كل التسليم تأتيك مع بذل السبب كما سنذكر. ولذلك وكنت أظنها لا تفرج، إياك أن تظن في الله ظن السوء. يوسف عليه الصلاة والسلام رحل ورمي في غيابة الجب ومرت عليه الابتلاءات، ثم ذهب بنيامين معه وفقد يعقوب الابنين الغاليين، وهو يرسل أبناءه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنط، فإن القنوط قد يصل بك إلى الكفر، لكن لا بد إذا أردت المخرج من التقوى. وما التقوى؟ التقوى أيها الأحباب من تعاريف كثيرة نعرفها، لكن باختصار ألا يراك الله في مكان أمرك ألا تكون فيه، ولا يفقدك في مكان أمرك أن تكون فيه. وكما روي عن جمع من السلف يشبهون التقوى بأرض ذات شوك، وكما قال أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم كيف تسير في أرض الشوك، قال أشمر ثوبي ولا أضع قدمي إلا وأنا أعلم أنها ليس تحتها شوك، ولا لا؟ قال هذه التقوى، كما تتقي الشوك في أرض الشوك لا بد أن تتقي الله وتتقي محارم الله، ثم جائزتك لا يبقى لك باب أغلق إلا وفتحه الله، لأنه القوي ولأنه الله جل الله. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم من آثار المخرجة مخرج من حيث لا تظن ولا تحتسب، من الذي بيده نواميس الكون أن يبدلها ويغيرها؟ لما اتقى الله نوح حمله الله ومن آمن معه
على لوح على خشب ذات ألواح ودسر، ونجا التوحيد الذي كان يرمز له من كان في السفينة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار تحرق فإذا هي البرد والسلام في الغار، ما ظنك باثنين الله ثالثهما أمام البحر وهو هائج وفرعون خلفه كلا إن معي ربي. الثقة بالله تجعل هموم الحياة نعيم، وتجعل الأخذ من الله عطاء، وتجعل الألم في جوفه أمل، والمنح دائما ترافق المحن، لكن بشرط أن تتقي الله. وعلى مستوى تحقيقك لهذا الطلب يكون العطاء من الله، وإياك أن تجرب. لأن يعني بعضهم يقول أنا بتقي الله ونشوف، هل أنت تعبد الله على التجربة وعلى المقايضة؟ الله ما يعبد على التجربة والمقايضة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتقيه، وأن يجعلنا ممن يتقيه في الخلوة وفي الجلوة وفي الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا أتقى عبادك لك، وأخوفهم منك، وأحبهم إليك، وأرجاهم بك يا رب العالمين.